شاء الله نكسب بإذن الله، وخصوصا ان مستوانا مشرف جدا. يعني انا متوقع ان شاء الله الفوز لمصر، يعني هو الاداء الماتش اللي فات كان ضعيف شويه، ان شاء الله الماتش الجاي احسن في وجود محمد صلاح. يعني لا يعني ان شاء الله مصر تشرفنا، واتوقع 2-0 لمصر ان شاء الله. اتمنى الفوز ليهم بكره 3-0 بالنسبه لمنتخب مصر بوجود كابتن محمد صلاح. 1-0 ان شاء الله المنتخب مصر، يعني ان شاء الله هنعمل اداء مشرف. ان شاء الله المنتخب ربنا يوفقه ويحقق نتيجه كويسه ويكسب الجابون ويتصدر المجموعه بتاعته ان شاء الله عشان يواصل. طبعا محمد صلاح هيبقى وجوده هيفرق كتير مع الفرقه وهيرفع معنوياتها، وان شاء الله مصر تكسب. يعني انا اتوقع واتمنى ان مصر تأدي اداء افضل بكره باحسن الماتش اللي فات طبعا، وطبعا بكره في وجود كابتن محمد صلاح فده هيدي دافع قوي يعني، واعتقد انه بيدي روح جامده في الملعب هيساعد اللعيبه يعني ويساعد المنتخب ان احنا ان شاء الله نكسب، يعني ان شاء الله 2-0.